بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لرب منزل القرآن فيه الهدى والنور الإنسان، سبحانه وجلاله ما أعظمه وبهديه وبيانه ما أحكمه، يدعو برحمته العباد إلى الظفر بتدبر الآيات في كل السور، فهو الطريق إلى النجاة من الزلل وهو الشفاء من المصائب والعلل، ثم الصلاة مع السلام على الرسول من بالكتاب أنار ظلمة العقول. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن، نعيش مع تأملات قرآنية وبصائر تدبرية مستخلصة من آيات الذكر الحكيم مستفادة مما كتبه السلف والخلف رضي الله عنهم أجمعين بقصد اتعاظ القلب وامتثال الجوارح. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادى. ونحن الآن بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه وتثبيته وصلنا إلى هذه الصفحة الكريمة التي برقم 53 مع سورة آل عمران، وهي التي استمعنا إلى تلاوتها في الركعة الأولى من الصلاة. هذه الآية الكريمة من الآية 23 إلى 25، أو بداية لما ذكر الله سبحانه وتعالى الجدال المعاندين والمجرمين من اليهود وأمثالهم، بيّن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى ختام الآية 25، بيّن الله سبحانه وتعالى إعراض هؤلاء عن التحاكم إلى التوراة، إعراضهم عن التحاكم إلى التوراة، وهم يزعمون الإيمان بها، وذلك لظنهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات. وبعد ما تقدم من إعراض المشركين وأهل الكتاب، تأتي الآيات الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا له بتفرد الله سبحانه وتعالى بالملك وقدرته على نصرة دينه. وبعد بيان بغي أهل الكتاب يأتي النهي عن موالاة الكافرين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ده عرض سريع للآيات الكريمة أو مقدمة للآيات الكريمة. أما الهدايات، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إنما استحق أهل الكتاب الذم لإعراضهم عن حكم القرآن الذي جاء مصدقا لكتابهم، ومن أعرض عن القرآن من هذه الأمة فهو أولى منهم في استحقاق الذم، وكذلك كل من يعرض عن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل فهو أولى لاستحقاق الذم. وإن كانت الآيات في أهل الكتاب، ولكن هي عامة في كل من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن آيات القرآن. يعني أحيانا تجد بعض الناس، يعني ربنا يهديهم، يقول لك فلان يا عم هيجي يقول لنا قال الله وقال الرسول. طب وايه المشكله لما يقول لك قال الله وقال الرسول؟ وتلاقيه ممكن يهرب من مجلس يقول لك انا همشي بقى، ده فلان ده يقول لنا قال الله وقال الرسول. قال الله وقال الرسول بقت حاجه انها تنفر، يعني حاجه تخوفك انك انت تجلس في مجالس الصالحين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. يبقى ثم يتولى فريق منهم وهم ايه؟ وهم معرضون. كل من اعرض عن القران الكريم وعن سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو اولى بالذم. ومن أوتي حظا من العلم فليتمسك به وليزعن لما فيه من الحق وما يدعو إليه من صدق، فإن تولى وأعرض كان مكذبا بالعلم الذي علمه جاحدا بالحق الذي بلغه. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هيهات أن يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة مع الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب الله وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة، وفي المنتسبين إلى العلم أو الذين من ينطق لسان حاله أو مقاله بدعوى الخصوصية اغترارا بما عنده واتباعا لهواه فيأبى الخضوع للحق. وكم من طائفة هلكت بهذا الداء، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكبر عن قبول الحق. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا أحد يعلم كيف ستكون حاله في يوم الجزاء المشهود، فلما الاغترار بالأماني الباطلة
والركون إلى الأحلام الفارغة. إن الدنيا أهون من أن تتحسر على فوات بعض حظك فيها، يعني حاجة فاتتك في الدنيا، تجارة معينة، شغلانة معينة، أو الكلام ده. الدنيا أهون من أن تتحسر على فوات بعض حظك فيها، إنما الشأن أن تأخذ موضعا حسنا في أعظم مجمع مشهود يوم تسقط الرتب الزائفة، يوم تسقط الرتب الزائفة والمزايا الخادعة والخصوصيات المدعى. خلاص بقى كله سواسية في هذا اليوم، فيش رتب بقى ولا في سيادة الفلان مش عارف مين والكلام ده كله، خلاص الأمر كله تساوى في هذا في هذا اليوم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. العز قبل الذل ايه في الآية؟ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تغتر بعز أحد فتذل له من دون الله، ولا يملك أحد ولا بملك أحد فتتعلق به من دون الله، فإنما هم جميعا تحت مشيئة الله، وإن شاء سلبهم ما أعطاهم في طرفة عين. أنت دلوقتي متمسك بفلان ده عشان فلان ده صاحب منصب أو الكلام ده، ورامي همك كله عليه أو كل حاجة أملك كله عليه، لا، خلي أملك في الله سبحانه وتعالى، وتوكلك التام على الله سبحانه وتعالى. هذا الشخص نفسه ممكن يسلب هذا الملك في أي وقت، لأنه في مشيئة الله سبحانه جل وعلا. يملك الله سبحانه وتعالى من يشاء، أو يملك سبحانه وتعالى من يشاء ما يشاء، تمليك العارية التي يستردها صاحبها عندما يشاء. فطوبى لمن لم ينخدع بملك، لمن لم ينخدع بملك ولا سلطان. وسلب الله سبحانه وتعالى الملك عمن يشاء وإذلاله لمن يشاء أمر دائر بين العدل والفضل والحكمة، ولا تخرج المصلحة عنه، وهو على كل حال خير يحمد عليه الرب ويثنى به عليه سبحانه وتعالى. ممكن يكون سلب الملك ده خير للشخص نفسه الذي سلب منه الايه؟ سلب منه الملك، وكذلك خير لمن هو تحت رعاية هذا الشخص الذي سلب منه الايه؟ الملك. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تولج يعني تدخل، من مظاهر نفوذ قدرة الله عز وجل تعاقب الليل والنهار وتداخلها. وإن من قدر على ذلك لقادر على جعل العز ذلة والملك حرمانا وضعفا سبحانه وتعالى. هنالك حياة حسية معروفة مألوفة، وأخرى معنوية إيمانية مشهودة، فاحرص على الأخرى كحرصك على الأولى وزيادة. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لك رزقك فلا تقلق لأجله، وأمرك بالالتزام ما أوجبه عليك، أمرك بالالتزام ما أوجبه عليك، فلا تقصر فيه، واحذر أن تنشغل بما كفله لك عما طلبه منك سبحانه وتعالى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. جماعة اللي بيروحوا يعملوا تطبيع مع اليهود والكلام ده، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ما معنى تتقوا منهم تقاه؟ يعني تهادونهم اتقاء شرهم إذا كنتم ضعافا. ومن رام محبة الله سبحانه وتعالى له ونصرته إياه فليجعل ولاءه خالصا للمؤمنين بالله، وعداءه لأعداء الله، وفي مضايق الاضطرار فسحة لذوي الأعذار. وعجبا لمن يود أعداء الله ويواليهم ثم يزعم أنه محب لله وولي له، فما أبعده عن الحقيقة عن الله، وما أقطعه عن كل ما يمت إلى رضا الله عز وجل من صلة. يا له من تحذير ينخلع له قلب المؤمن الحي
إن الله سبحانه وتعالى يحذر عباده نفسه في موطن النهي عن موالاة أعداء الله، فيا خيبة من استهان بتحذيري ولم يعبأ بتهديري، والسعيد من وعظ فتعظ. فلا تستهن بهذا التحذير من ربك، فإن مردك إليه فكن من أوليائه ولا تكن مع أعدائه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. لما كانت الموالاة أصل المحبة، وهي من أعمال القلوب التي يظهر أثرها على الجوارح، قدم سبحانه وتعالى علمه بالخفيات على المعلنات. ومن تيقن سعة علم الله تبارك وتعالى به وعظيم قدرته عليه خشي أن يعصيه في سره وعلنه سبحانه جل وعلا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وأنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ولذا المؤمن يحرص على هذا الدعاء. فنختم بهذا الدعاء: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ثم الصلاة على النبي المصطفى مع آله أهل التدبر والوفاء، مع صحبه والتابعين المكتفى والمهتدين بهدي من مصطفى. ثم الختام إلى رحيم ألتجي أن يغفر الزلات هذا منهجي. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم في هذه الدقائق المعدودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.